صدقتوني لما اتكلمنا قبل كده من كام يوم وقلنا لحضراتكم ان النادي الاهلي مستهدف، وفي الحقيقه احنا ما بنتكلمش كلام كده وخلاص بقى والكلام اللي هو ممكن يكون بيعجب الجماهير، لا احنا بنتكلم بوقائع، بنتكلم بمواقف حصلت وتابعناها وشفناها. فانا هنا عايز بصراحه يعني اتكلم معاكم، بس عايز اوجه سؤال في الاول، يمكن حد يقول لي او يجاوب عليا او يمكن انا ما خدتش بالي. في بعض الفرق خسرت في الدوري، فرق كبيره خسرت، سمعتوا حد طلع اتكلم بكلمه، نص كلمه حتى بحرف، حد طلع قال لك لا الفرقه دي خسرت دي فرقه فاضيه، لا الفرقه دي عندها مشاكل اداريه، لا الفرقه دي لازم يحصل فيها تغييرات، لا الفرقه دي عندها مشاكل في قطاع الناشئين؟ حد طلع عمل كده؟ حد طلع اتكلم؟ بصراحه بصوا يا جماعه انا يعني صعب استفز، صعب استفز، لكن انا الاسبوع اللي فات ده استفزيت كتير جدا جدا من التصريحات الغير منطقيه والغير عقلانيه من بعض الزملاء الاعلاميين، عشان كده كان ردنا قوي، عشان كده كان ردنا حاسم، وده كان المطلوب في الحقيقه في التوقيت ده. مع كامل الاحترام والتقدير لكل الاشخاص، ما نقدرش نتجاوز في حق اي حد، دي مش اخلاقنا اطلاقا، لكن احنا هنا بنحاول نبين للناس الوضع، المشهد شكله عامل ازاي، عشان حضراتكم تقدروا تقيموا وبالتالي تقدروا تحكموا. فانا مستني حد يجاوب عليا في الجزئيه دي، حاولت قعدت اتابع واقلب من القناه دي للقناه دي اشوف يمكن هنا يطلعوا ينتقدوا اي فريق خسر. وبالمناسبه برضو انا كلامي هنا مش اسقاط على فريق معين او ان انا يعني بهاجم فريق معين او حاجه، لا كل الاحترام والتقدير لاي فريق في بطوله الدوري، كل الاحترام والتقدير ليهم، كل الاحترام والتقدير لكل الجماهير المصريه. واحنا مش مطالبين خالص، مش بنطلب من حد ان هو يهاجم حد اطلاقا، احنا مش عايزين كده، بس في نفس الوقت احنا عايزين ان انت كاعلامي في قناه محايده انك تكون محايد في انتقادك. مش علشان فريق خسر ماتش واحد تمام؟ بعد 20 ماتش ما بيخسرش فيهم يبقى الفريق ده انهار. يبقى النادي ده محتاج تغيير شامل حتى لدرجة قطاع الناشئين. فأنت لازم مطلوب من حضرتك وده الطبيعي جدا جدا إنك تكون محايد في تناولك للمواضيع ومحايد في تناولك للمواقف اللي بتخص كل نادي. ففي الحقيقة الموضوع كان غريب، واللي حصل على مدار ال 48 ساعة الأخيرة دول إثبات أكتر على إن كلامنا كان صحيح وعلى إن في التوجهات إعلامية ضد النادي الاهلي. ومش عادتنا دايما ان احنا نتكلم في الاتجاه ده ان في توجهات، لكن المره دي يا جماعه بصراحه في توجهات، بصراحه في ناس عايزه، مش عايزه اقول تخلص على الاهلي، بس عايزه يفضل الاهلي في كبوه. انت ممكن تمر بكبوه في مباراه ما تبقاش موفق ويكون عندك اخطاء، واحنا معترفين، احنا اول ناس هنا في قناه النادي الاهلي بمختلف برامجها، احنا معترفين ان ممكن يكون في اخطاء سواء فنيه او اخطاء تخص لاعبين او اخطاء على مستوى النادي بشكل كامل، لكن دايما انت وانت ماشي بيبقى عندك استقرار في النادي الاهلي. الاستقرار ده بيبقى مصحوب بعلاج لبعض الاخطاء وربما تكون مسكنات حتى ياتي وقت العلاج اللي يكون مناسب، فبالتالي تتلاشى اخطائك دي، بالتالي تفضل ماشي زي ما انت. لكن الاساس عندك انت كنادي اهلي انك مستقر اداريا فنيا على كل الاصعده في الحقيقه، هو ده الاساس اللي انت دايما بتبقى مركز عليه. الاستقرار ده بالتالي هو اللي بيجيب النتائج المنتظره. النتائج المنتظره يا جماعه الكوره مكسب وخساره، الكوره مكسب وخساره، مش مكسب بس. ممكن جمهور النادي الاهلي متعود ان الكوره مكسب بس، لكن في الحقيقه لا، انت وارد انك تخسر، وارد انك ما تكونش موفق، وارد ان يكون عندك اخطاء، لكن معنى كده انك ده ما يساويش اطلاقا انك منهار، او ما يساويش اطلاقا انك لا تصلح سواء كمدير فني او كمسؤول او كلاعب. لا، هي دي كره القدم. وانا تاني وتالت هقول لحضراتكم، احنا بالنسبه لنا طبيعي جدا جدا انك يجي عليك فتره تخسر فيها، بس البطل اللي بيقف على رجله على طول، لما بتخسر ماتش ترجع تكسب اللي بعده، وده اللي حصل مع النادي الاهلي في مباراه الجونه الاخيره ومع مروان محسن اللي انا بصراحه فرحان له جدا جدا يعني، وده جزء هنبقى نتكلم فيه. لكن بالنسبه لنا في الحقيقه اللي احنا شايفينه او اللي شفناه على مدار الفتره اللي فاتت، حتى الان استهداف النادي الاهلي، استهداف استقرار النادي الاهلي،
وبالمناسبه برضو لما بنتكلم على اي فريق تاني بيخسر، مش معنى كده ان ده مش 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 امر طبيعي، لا ده عادي في الكوره، ما كل الفرق بتخسر كل الفرق بتكسب، مفيش مشكله. بس برضو لازم ناكد على انك لازم تتناول الامور بمنتهى الحياديه، وزي ما اتكلمت على الفريق اللي هو صاحب المركز الاول بفارق 20 نقطه دلوقتي، او مش بلاش 20 نقطه، اقل كمان 20 نقطه عن صاحب المركز الثاني 17 تقريبا، تمام، انك زي ما بتتكلم عنه كده وبتنتقده انك تتكلم على الفرق اللي في المركز الثاني والثالث والرابع والكلام من ده، شوف عندهم المشاكل اللي ممكن تكون ايه عشان تعالج، عشان تحاول ان انت تصحح. ما شفناش في الحقيقه حد بيوجه نصايح خالص لاي فريق من الفرق خالص، ما تبعناهاش ما سمعناهاش. فانا عايز اشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، مش بطالب حد ينتقد او يهدم، لا خالص، اي نادي انتقده، انتقد الاهلي مفيش مشكله، بس يكون نقدك ملهوش اهداف، يكون نقدك بناء، يكون نقدك منطقي، لان في الحقيقه انت حضرتك سواء حضرتك او هو انتقادكم غير منطقي ومش مبني على اسس صحيحه، تمام، ومبني فقط على الاهداف اللي ممكن البعض يكون عارفها، لانك اتكلمت على فريق بمنتهى القسوه، بمنتهى القسوه رغم ان هو متصدر وعشان خسر ماتش واحد، بالتالي كان لازم ردنا يكون بمنتهى القسوه في الحقيقه، قسوه مصحوبه بادب واحترام وتقدير لهؤلاء الاشخاص اللي ما نقدرش نتجاوز في حقهم اطلاقا، لكن احنا دايما بنبقى عايزين الامور تبقى حياديه وتبقى منطقيه وعقلانيه، ده بيبقى اهم شيء في الحقيقه. فاحنا نتمنى الفتره اللي جايه باذن الله من الاعلام العام بشكل كامل ان هو ياخد الطريق الحيادي بس، وما يحطش في دماغه اي حسابات اخرى، علشان يوصل كلامهم للجمهور بالشكل الصحيح وفي مكانه الصحيح. لكن برضو احنا لما اتكلمنا مع حضراتكم كنا عشان نكشف الناس دي اللي هي تقريبا اتكشفت لحضراتكم بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان هم يتداركوا اخطائهم اللي ممكن يكون البعض معترف بها، ممكن هم كمان يكونوا معترفين بها، فان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق للجميع خلال الفتره اللي جايه. واهم بالنسبه لنا في الحقيقه بما اننا بنتكلم من منبر اعلامي خاص بالنادي الاهلي ان احنا نتمنى كل التوفيق لنادينا الحبيب النادي الاهلي. ودي كانت مقدمه مهمه جدا في فقره الترند، حبيت اتكلم فيها مع حضراتكم، وحبيت ان انا اثبت الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من خلال 3 4 ايام فاتوا. بعد الفاصل نكمل فقرات البرنامج، يلا.